سمعتوا قبل هيك عن النداهة وعيش قنديشة بالمغرب أو عن أم الصبيان بدول الخليج العربي؟ اليوم حتسمعوا عن القصة الحقيقية لهذا الموضوع. مرحبا مجددا بقناتي على اليوتيوب، قناة غياث أو غايث، غايث بالإنجليزي، غياث بالعربي. اليوم فيديو آخر، فيديو جديد كذلك باللغة العربية. بعرف الإضاءة شوي مختلفة عن بقية الفيديوهات، أنا متعمد إنه الإضاءة تكون مختلفة، غيرت الضوء مشان موضوعنا لليوم حيكون شوي هيك قاتم ومعتم. اليوم نحن بدنا نحكي عن، إذا بنسمع عن دائما يعني أم الصبيان أو عيشة قنديشة أو اللي بيسموها النداهة بمصر، اللي هي عبارة عن غول أو جنية أو عفريتة بتطلع بالليل وبتنادي بالأسماء وبتقتل الأطفال وبتقتل الرجال وبتاخدهم معهم لعالمهم الآخر، وش بيعرفني الكلام هاد. والغرب طور الموضوع هاد ليعملوا يعني شعيرة سحرية، إنه بتفوت على الحمام وبتصير بتطلع بالمراية وبتقول بلادي ماري 3 مرات، بتطلع لك وحدة بتاخدك معها على عالمها والكلام هاد كله. طبعا الكلام هاد كله هو عبارة عن مجموعة من القصص اللي الإنسان كالعادة بيحب إنه هو يسرح بخياله ويطورها. هي عبارة عن قصص من أساطير بابلية قديمة، كذلك تواجدت هذه يعني مو القصص نفسها تبع النداهة والكذا، لكن القصة الأساسية تواجدت في الديانة اليهودية والديانة المسيحية، وبعض المصادر الإسلامية كذلك تورد هذه القصة. القصة بتعود لوحدة اسمها ليليث أو ليليتو باللغة السومرية. مين هي ليليث؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق آدم كأول بشري أو أبو البشر، خلقه من شو؟ من طين. خلق معه، هن بيؤمنوا بالقصة هي إنه هو خلق معه كذلك مخلوق آخر من طين، بشرية اسمها ليليث. فخلق ذكر وأنثى، آدم وليليث، وليليث كانت زوجة آدم الأولى، ولكن ليليث كانت ترفض أن يكون آدم هو الزعيم أو هو القائد، أو يعني هي ترفض فكرة أنه ليش هو يكون الليدر يعني بالموضوع هاد كله، ليش هو الدوميننت. فهي رفضت الشهاد، تمردت عليه، وقررت أنه هي تتمرد وتثور على أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى آدم، وحملت حالها وتركت الجنة وذهبت. طبعا نحن بالفيديو السابق لما حكينا عن الأنوناكي حكينا انه الجنة بنظر الشعوب البابلية قديما هي منطقة البحرين، يلي هي حاليا في شرق المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وكذلك قطر والبحرين. فهن بيؤمنوا انه هي ذهبت من هذا المكان وارتحلت الى البحر الاحمر، يعني غرب المملكة العربية السعودية، يعني الحجاز يلي فيها مكة والمدينة، ارتحلت هنيك وظلت هنيك. الله سبحانه وتعالى بعت الملائكة إلها مشان يرجعوها للجنة، وهي رفضت. فقالوا للملائكة انه نحن رح نقتل 100 طفل كل يوم بتولدي عقابا لك من الله سبحانه وتعالى. فقررت هي المخلوقة هي ليليث انه هي تقتل اطفال في الليل او تقتل الرجال حتى لا يلد البشر من احفاد ادم اي ذرية جديدة. طبعا مين هي ليليث؟ ليليث يرمز إلها برمز البومة اللي هي رمز الحكمة. 3 ساعات تقريبا في شمال سان فرانسيسكو يوجد غابة اسمها الغابة البوهيمية. في الغابة البوهيمية يوجد نصب تمثال لبومة، وهي البومة كما حكينا هي رمز لليليث، بيعبدوها قربا من الشيطان إبليس يلي هن عبدة الشياطين. ليليث هي في الديانات الإبراهيمية، وطبعا لما نقول ديانات إبراهيمية نحن مش من الإسلام، فبعض الآثار الإسلامية وليست يعني ليس شيء متفق عليه في الإسلام، لكنه شيء أساسي في الديانة اليهودية والديانة المسيحية وكذلك الأساطير البابلية، إنه ليليث هي زوجة الشيطان. بعد ما الملائكة قرروا إنه هن ينفذوا عقاب الله سبحانه وتعالى فيها ويقتلوا 100 طفل وطردها الله سبحانه وتعالى من رحمته، قررت ليليث إنه هي تنتقم من آدم بإنه هي تذهب مع إبليس يلي هو يكون عدو آدم اللدود. الله سبحانه وتعالى استبدل ليليث بحواء، وكان نعرف حواء خرجت من ضلع آدم على غرار ليليث، خرجت
خلقت مثل آدم بشكل متكافئ متساوي، وهي هي هي الفكرة الأساسية اللي هي معترضة عليها لينث، إنه أنا متساوية مع آدم، ليش أنا لازم كون منطوية لآدم؟ لا، نحن متساويين لأنه أنا خلقت من تراب وهو خلق من تراب، ونحن خلقنا بنفس الوقت. لذلك هي قررت تذهب مع إبليس كرمال إنه هي تنتقم من آدم ومن ذريته. إبليس لم يكن يستطيع إنه هو يدخل الجنة حتى يغوي آدم وحواء لأكل الشجرة كما نحن بنعرف بالقصص. لذلك هو استعان بليلث اللي هي كان بإمكانها بحكمها أنها من البشر، وبحكم أنه الله صحيح أنه هو غضب عليها وطردها، ولكنه لم يطردها من الجنة، وهو كان دائما مستعد أنه يستقبلها. لكن ليلث كانت مختلفة شوي عن حواء وعن آدم، أنه هي كان عندها قدرة التشكل. لذلك ليلث استطاعت أنه هي تتشكل على هيئة ثعبان أو تنين بلا أجنحة، ودخلت الجنة وأدخلت إبليس داخلها، بلعته بطريقة ما، ودخلت إلى الجنة وذهبت إلى حواء، وقام إبليس وليلث بإغواء حواء حتى تخدع آدم إنه يأكل من الشجرة الملعونة أو الشجرة الممنوع إنه آدم وحواء يأكلوا منها. خدعت حواء، والخدعة ذهبت انطلت على آدم وأكلوا من الشجرة، ونعرف بقية القصة أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من الجنة وأهبطهم إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني أهبط آدم وأهبطت حواء وأهبط إبليس وليلث. طبعا الأساطير مثل ما حكينا بيؤمنوا أنه ليلث هي الآن زوجة إبليس، ومن ليلث استطاع إبليس أنه هو يصير عنده ذرية، وأنه الجن يتكاثروا وأبناء إبليس وغيرها من يعني الكلام الذي نحن دائما نسمعه. ويعني قيل في الأساطير اليهودية تحديدا أنه ليلث تأتي في الليل للأطفال يعني حديثين السن النيام، فإذا لقوا الرضيع يبتسم هي علامة سيئة، هي معناتها أنه ليلث تلاعبه وهي جاية مشان تقتله. فكانوا يلي يعملوا أنه هن يصنعوا دائرة ويعملوا نجمة خماسية، وهذا طبعا كله من السحر والشعوذة والأشياء الشيطانية الذي أدخلها إبليس على الديانات التي اتبعوا الضلال وغير ذلك في اليهودية والتلمود والقابالة والأشياء السحر الأسود الموجودة في الديانة اليهودية. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو، بتمنى منكم أنه أنتم تكونوا إن شاء الله استفدتوا كتير من المعلومات اللي حكيناها. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا الضغط على الجرس مشان يوصلكم دائما آخر المستجدات، وكذلك لا تنسوا اللايك والشير، لا تنسوا comments very important، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.